السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم طلاب الصف التاسع؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم درسنا درس الفترات، وهو الدرس الأول من الوحدة الثانية. نبلش بأول إشي بدي أبلش فيه درسي، اللي هو التمييز بين الفترة المحدودة وغير المحدودة. عندي نوعين للفترات، محدودة وغير محدودة، حاجة على كل واحدة فيهم. الفترة المحدودة حنقشها اليوم، والفترة غير المحدودة حتتناقش بكرة إن شاء الله أو بالحصة القادمة. تاني وحدة تعبير عن المجموعات باستعمال رمز الفترة، حنتعلمها اليوم إن شاء الله. تمثيل الفترات على خط الأعداد برضو حنتعلمها اليوم. التعبير عن كل فترة بذكر الصفة المميزة، هاي حنستعملها متى؟ في الحصة القادمة بإذن الله. أول شيء الفترات هي مجموعات، تعريفها مجموعات جزئية من الأعداد الحقيقية، وتسمى أيضا بالمجال، وتنقسم إلى فترات محدودة وفترات غير محدودة. لو بدي أجي أحكي بداية الفترة المحدودة وغير المحدودة، طلع علي مس باختصار وبأبسط التعبير. الفترة المحدودة بتكون بين عددين، والفترة غير المحدودة بتكون بين عدد وإشارة الإنفينيتي الما لا نهاية، أو عدد وإشارة السالب إنفينيتي إشارة الما لا نهاية. طلع علي أول شيء خط الأعداد ينقسم عندي صفر، على يمين الصفر الأعداد الموجبة، وعلى يسار الصفر الأعداد السالبة. هلا لما ما يكون عندي عدد محدد بسميه إيش؟ موجب إنفينيتي، يعني موجب ما لا نهاية. ولما تكون عندي أرقام غير محددة أو إشي مش محدد بحكي عنه سالب إنفينيتي لما يكون بالسالب. فالفترة المحدودة عندي حتكون بين عددين، إذن الفترة المحدودة حتكون بين عددين، زي مثلا بين الواحد والخمسة، الصفر والأربعة، وهكذا. أما الفترة غير المحدودة، الفترة غير المحدودة حتكون عندي بين إيش؟ بين عدد وإنفينيتي، تمام؟ أو سالب إنفينيتي وعدد، بغض النظر شو الأعداد. هلا نيجي نشوف مع بعض الفترة المحدودة والفترة غير المحدودة. الفترة المحدودة اليوم حنناقش كل واحدة من هاي الأنواع، إلها ثلاث أنواع: الفترة المغلقة والفترة المفتوحة والفترة نصف المغلقة ونصف المفتوحة. هلا بدي إياكم تركزوا معي. رمز الفترة المغلقة رمزها بيجي تتبولي على القوس هاد عند ألف وباء، بيجي على هذا الشكل، بيجي زي المسكر. مثال عليها 1 4. الصفة المميزة طلع مس كيف بنقرأها؟ هلا سين ألف باء تساوي سين، حيث سين أكبر أو تساوي ألف وأقل أو تساوي باء، وسين تنتمي إلى حاء. طلع علي مس. هلا أنا هون باجي بحكي إنه الفترة هاي حتكون عندي شو الأعداد اللي ضمنها؟ حتكون عندي الأعداد يلي ضمنها، يلي هي واحد، طلع علي واحد واثنين وثلاثة وأربعة، هدول حيكونوا ضمن هاي الفترة. ليه؟ أنا دخلت الواحد لأنها مغلقة من عند الواحد، ولما عبرت عنها بهاي الطريقة برمز المجموعة كانت عندها إشارة مساواة، فهذا القوس يعني إنه هذا العدد ممكن إنه سين تساوي هذا العدد الموجود عندي، وباختصار معناته إنه العدد هذا موجود ضمن الفترة اللي موجودة عندي، تمام؟ طلع الفترة المفتوحة بين ألف وباء، ألف مثلا مثال عليها 1 و5. الواحد هاي، الواحد لما تكون عندي بالقوس بهذا الشكل يعني مش مسكر، يعني الواحد لا تنتمي إلى هاي الفترة، لا تنتمي للفترة، والخمسة لا تنتمي للفترة. يعني أنا هون الأعداد حتكون عندي الفترة هي 2 و3 و4، لا واحد ولا خمسة حيكونوا موجودين ضمن الفترة تبعتي. واحد مش موجود والخمسة مش موجودة، بس حتكون موجودة عندي 2 و3 و4. طلعوا لي كيف هلا بقرأ الصفة المميزة، هي مس اسمها الصفة المميزة، كيف بقرأها؟ بحكي ألف باء تساوي مجموعة سين، حيث سين أكبر من ألف وأقل من باء، وسين تنتمي إلى الأعداد الحقيقية.
سين أكبر من ألف، يعني مثلا أكبر من واحد، أكبر من واحد يعني هي 2 3 4، وأقل من 5 يعني مثلا ممكن يكون عندي 4.9، بس مستحيل أن أتوصل للخمسة. تمام، هنا إشارة المساواة كان عندي القوس مسكر، هنا ما عندي إشارة مساواة فالقوس مفتوح، فهذا بحكي عنه مغلق وهذا بحكي عنه مفتوح. هل هذا كله حيتوضح من خلال مثال من حياتنا العملية؟ الثاني الفترة نصف المغلقة ونصف المفتوحة. نصف المغلقة رمزها مغلقة من عند ألف ومفتوحة من عند باء، مثال عليها 1 و5، يعني 1 موجود ضمن الفترة. اطلعوا علي هون الأعداد اللي حتكون هون هي 1 و2 و3 و4، بس مش حيكون موجود عندي 5. هسا ألف باء سين أكبر أو تساوي ألف وأقل من باء وسين تنتمي إلى حاء، نصف المفتوحة. هسا هاي شو معناتها يا مس؟ هاي معناتها إنه ألف داخل ضمن الفترة، يعني 1 موجود ضمن الفترة بس الباء مش موجود ضمن الفترة اللي موجودة عندي. نصف المفتوحة حتكون مفتوحة من عند ألف ومغلقة من عند باء، هون لاحظ مغلقة من عند ألف ومفتوحة من عند باء، مثال عليها 1 و5، مفتوحة من عند الواحد ومغلقة من عند الخمسة. شوف كيف بنمثلها أو بنعبر عنها، سين حيث سين أكبر من ألف وأقل، سين أكبر من ألف وأقل أو تساوي باء، يعني موجودة، يعني باء حتساويها. مثلا هون لو نعتبر إنه الباء 5 حتساوي الخمسة. طب هنا شو الأعداد الموجودة عندي من الواحد للخمسة؟ الواحد مش حيكون ضمن الفترة، يعني الأعداد الموجودة عندي هي 2 و3 و4 و5، الخمسة موجودة والواحد مش موجود. هلا بدي أعطينا هاي الملاحظات اللي موجودة عندي. انتبه يا مس، عندي ألف، الألف والباء هدول بحكي عنهم حدود الفترة، طرفي الفترة أو حدودها، ألف وباء، ألف وباء. تمام، هلأ إشارة المساواة، برجع بذكر إشارة المساواة تعني أن الفترة مغلقة، مغلقة يعني القوس حيكون عندي بهذا الشكل، عدم وجود المساواة يعني الفترة مفتوحة يعني القوس حيكون عندي بهذا الشكل. هدول هم الملاحظات اللي أنا حكيتهم هلأ. التمثيل على خط الأعداد حاجة عليه على كل واحدة هلأ، وأمثله وأفرجيكم كيف بنمثل على خط الأعداد. هلأ لو بدنا نبلش بشرحنا يلي هو الشرح اللي حتفهمه من خلاله شو المس بتحكي. هلأ افرض أني أنا عندي عيادة طبيب، تمام؟ هذا الطبيب بداوم بعيادته من الساعة 3 إلى الساعة 7، يعني بيكون موجود بعيادته على الساعة 3 وعلى الساعة 4 وعلى الساعة 5 وعلى الساعة 6 وعلى الساعة 7. طلعوا كيف يا مس؟ هلا بدي أعبر عن هذا الكلام اللي بحكي. إذا عيادة الطبيب هو بده يكون موجود عندي من 3 إلى 7، يعني حتكون مغلقة من عند 3 ومغلقة من عند 7. شو يعني مغلقة؟ يعني الدكتور حيكون في العيادة على الساعة 3 وحيكون في العيادة على الساعة 7، وحيكون في من ضمن الأعداد الموجودة بيناتهم. طيب ماشي، هلا بنفهم لسه أكثر. أجا عند المريض الأول، تمام؟ شو حكى للسكرتيرة؟ حكى للسكرتيرة إني أنا بقدر أكون عندك من الساعة معي، يعني فترة إني أكون عندك على الساعة 4 للساعة 5، من الأربعة للخمسة، تمام؟ يعني حتكون عندك مغلقة من عند الأربعة ومغلقة من عند الخمسة. شو حتيجي تحكي له السكرتيرة؟ حتحكي له يا مس إنه إذا أجيت على الساعة 4 الدكتور حيكون موجود، وإذا أجيت على الساعة 5 الدكتور حيكون موجود. ممتاز، يعني مغلقة من عند الأربعة ومغلقة من عند الخمسة. طيب نيجي نشوف المريض الثاني. المريض الثاني حيجي يحكي لها أنا صعب علي أكون عندك، يعني أنا الفترات اللي أنا متاحة عندي اللي بيكون عندي وقت فراغ أجيكي فيها هي من الساعة 1 للساعة 2 بس. شو حتحكي له السكرتيرة؟ حتحكي له إذا أجيت على الساعة 1 الدكتور مش حيكون موجود، فحتكون مفتوحة، يعني الدكتور مش حيكون موجود على الساعة 1،
واجتني، واذا اجتني برضه على الساعه 2 الدكتور مش حيكون موجود، فحتكون مفتوحه برضه من عند الاثنين. طيب نيجي نشوف الدكتور الثالث شو حيحكي لها. بحكي لها انا بقدر اني انا اكون عندك من الساعه 1 للساعه 4، انا معي هاي الفتره. شو حتحكي له؟ حتحكي له اذا اجيتني على الوحده الدكتور مش حيكون موجود، بالمقابل اذا اجيتني على الاربعه الدكتور حيكون موجود. فشوف الاربعه موجوده ضمن الفتره هيها، مش الاربعه موجوده ضمن هدول بين 3 4 5 6 7، موجوده ضمن الفتره. الواحد موجود ضمنها لا، فحتكون مفتوحه من عند الواحد ومغلقه من عند الاربعه. طب نشوف المريض الرابع شو هيحكي لها. المريض الرابع هيحكي لها انا بقدر اني اكون عندك من الساعه 5 للساعه 8. شو حتحكي له؟ حتحكي له اذا اجيتني على 5 الدكتور حيكون موجود، ممتاز. اما اذا اجيتني على 8 الدكتور مش حيكون موجود. طب نيجي نطلع على الفترات، الخمسة موجودة ضمن الفترة اللي بيكون الدكتور متواجد فيها، اذا حيكون موجود على الخمسة، بس بالمقابل مش حيكون موجود على الساعة 8. طيب يعني يا مس اللي انت بدك تحكي لنا اياه انه لما يكون العدد او تكون الاشارة بهذا الشكل، هاي مثلا الف وباء، معناتها انه الف موجود ضمن الفترة وباء موجودة، باء موجودة ضمن الفترة، صح؟ ضمن الفترة. شو يعني موجودة؟ يعني تنتمي، يعني ألف تنتمي إلى الفترة وباء تنتمي إلى الفترة. نيجي نعملها بطريقة أفضل إذا كانت عندي الفترة مغلقة، تمام؟ إذا كانت عندي 1 الفترة مغلقة، يعني مثلا لو كانت عندي مثلا من 2 للخمسة، هاي معناتها إنه 2 موجودة ضمن الفترة والخمسة موجودة ضمن الفترة لأنه القوس عندها مغلق. طيب لو بدي أجي أعبر عنها بمتباينة أو بالصفة المميزة، طلعوا يا مس لو بدنا نيجي نرجع لأول إشي شرحنا عنه الصفة المميزة، طلعوا مس كيف بنعبر عنها؟ سين حيث سين. هلأ أنا هذا الكلام أنا ما بدي إياكم هلأ تفهموا لي إياه، بدي تركزوا لي على هاي. هاي مس بسميها متباينة، متباينة حتمر معانا خلال الأيام الجاي كثير، فخلينا من هلا نفهمها مشان تدخل على راسنا. طلع يا مس شو بدنا نعمل؟ بحكي له إنه السين هون أو الفترة اللي بدها تكون موجودة عندي، السين حتكون أكبر أو تساوي 2 وأقل أو تساوي 5. المساواة تدل على وجود القوس المغلق، تمام؟ طيب 2 الفترة المفتوحة، افرض اني انا عندي الاثنين والخمسة مفتوحين عندهم، هحكي له انه السين حتكون، طلعوا هون دايما العدد الصغير وهون العدد الكبير، سين اكبر من الاثنين والسين اقل من الخمسة، يعني الاثنين مش موجود ضمن الفترة ولا الخمسة موجود ضمن الفترة، بالمقابل اللي موجود عندي مثلا ضمن هاي الفترة هو 3 والأربعة، بس عندي 3 والأربعة. هون مين الموجودات ضمن الفترة؟ هون الموجودات ضمن الفترة الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، لأنها مغلقة من عند الاثنين ومغلقة من عند الخمسة. طيب 3 إذا كانت عندي الفترة نصف مفتوحة، مثلا زي مين؟ زي مثلا مفتوحة من عند الاثنين والخمسة مغلقة عندها، مفتوحة من عند الاثنين والخمسة مغلقة عندها. لو بدي أجي أعبر عنها بالمتباين هحكي إنه العدد حيكون عندي أكبر من الاثنين، مش راح أحط عندها مساواة لأنه مفتوح عندها،
وأقل أو يساوي 5، تمام؟ طيب شو الأعداد اللي حتكون موجودة عندي ضمن هاي الفترة؟ حتكون موجودة عندي 3 والـ4 والـ5، صح؟ تمام. نيجي على اللي بعدها، الفترة نصف المغلقة، شو حتكون عندي الفترة نصف المغلقة؟ حتكون عندي من 2 للـ5، 2 حتكون مغلقة عندها والـ5 حتكون مفتوحة عندها، يعني سين أكبر أو تساوي 2 وأقل من 5. طب شو الأعداد اللي حتكون موجودة عندي ضمن هاي الفترة؟ حتكون موجودة عندي 2 والـ3 والـ4، 5 مش حتكون موجودة عندي ضمن هاي الفترة، تمام. هلا الإشي اللي حناخده كمان في هذا الدرس، هلا الأشياء اللي حتكون موجودة عندي في هذا الدرس كالآتي: أول شيء حيكون موجود عندي يلي هو كيف إذا أعطاني رمز مجموعة، إذا أعطاني رمز المجموعة أو الصفة المميزة، الصفة المميزة، كيف أنا حجيب منها بدي أطلع منها الفترة. وإذا أنا أجي أعطاني خط الأعداد، أعطاني الفترة وطلب مني أمثله على خط الأعداد، أمثله على خط الأعداد، على خط الأعداد، كيف بدي أجي أمثله؟ طيب لو نيجي على كل واحدة فيهم على حدة وأجي أمثل لكم إياه على خط الأعداد، هلأ إحنا هلأ رمز المجموعة صرنا فاهمين كيف أنا من خلال متباينة بدي أعمل الفترة، إذا أعطاني فترة كيف أعمل منها متباينة، وإذا أعطاني متباينة كيف أجيب منها فترة. طيب طلع علي. هلأ إذا أنا أجي أعطاني مثلا بده خط الأعداد، الرسم على خط الأعداد لمين ومين ومين؟ أول إشي للفترات المحدودة، صح، يلي هي الفترة المغلقة، المغلقة يلي هي حتكون عندي من مثلا افرض من 1 لـ6. لو بدي أجي أمثلها، طلع يمس، دائما خط الأعداد بدي إياك تفرض إنه اللي إشي اللي موجود عندي دائرتين، دائما خط الأعداد مثل لي إياه بدوائر، هاي عندي 1 هون وعندي 6 هون، دائما العدد الصغير على الشمال والكبير على اليمين، برسم عندي دائرتين. بتطلع إذا عنده رمز الإشارة تكون مغلقة بلونه، بلونه يعني بسكره، طلع عندي 1 مغلقة، إذا بدي ألونه، يعني هذا معناته إنه داخل ضمن الفترة، 6 مسكرة عندها، معناته هذا إنه داخل عندها، إذا 6 داخلة. 2 إذا كانت عندي الفترة مفتوحة، إذا كانت الفترة مفتوحة مثلا من 1 لـ6، بدي أجي أمثلها على خط الأعداد، خط الأعداد اللي مسحكت لنا إذا دائرتين، فبرسم 1 والـ6، برسم دائرة على الأولى ودائرة على الثانية، بحكي مفتوحة من عند 1، إذا بلونهاش، ما بسكرها، ما بضللها، مفتوحة من عند 6، برضو لا بسكرها ولا بضللها. 3 الفترة نصف المغلقة أو نصف المفتوحة، نصف المغلقة يلي مثلا لو أجي أعطاني 1 والـ6، مغلق من عند 1 ومفتوح من عند 6، باجي بحط على خط الأعداد، طيب هاي 1 وهي الـ6، بحكي لي مغلقة من عند 1، برسم دائرتين، مغلقة من عند 1 يعني بدي أسكرها أي أضللها، وبدي أخليها مفتوحة من عند 6. رابع وحدة حتكون عندي الفترة نصف المفتوحة، نصف المفتوحة يلي هي حتكون عندي من 1 مفتوحة من عند 1 ومغلقة من عند 6، باجي بحط على خط الأعداد، هاي 1 وهي الـ6، المسحكت لنا خط الأعداد، إذا بدي أرسم دائرتين، دائرتين من عند 1 مفتوحة، إذا خلص ما بضللها، من عند 6 مغلقة، إذا باجي عليها وبضللها، تمام؟ هيك بس الرسم على خط الأعداد. طيب لو بدي أجي على قانون حساب طول الفترة، طول الفترة يا مس بتحكي لي إنه الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى، دائما العدد اللي بيكون هون بيكون أكبر من العدد الصغير، يعني هون ألف وهنا باء، دائما بيكون باء أكبر من ألف، تمام؟ طيب هلا لو بدي أجي أحكي لك احسب طول الفترة لهاي المجموعة، فحتحكي لي مس طول الفترة الحد الأعلى باء يلي هو عبارة عن طول الفترة يساوي الحد الأعلى 9 ناقص الحد الأدنى 7، يعني أنا طول الفترة هاي من 9 إلى 7، 9 ناقص 7 2، إذا طولها كم؟ طولها
اثنين. طيب لو بدي اجي احكي لك مس هاي عبر لي اياها على رمز الفتره، حتيجي تحط لي السبعه والتسعه، بتحط الف وبتحط باء. طيب بعدين بتيجي تحكي عند باء، عند الف في عندها مساواه؟ لا، اذا مفتوحه من عند السبعه. طيب عند التسعه في عندها مساواه؟ اذا مغلقه من عند التسعه. طيب لو بدي امثل على خط الاعداد، خط الاعداد المسحه حكت لنا دائرتين، فبرسم دائره عند السبعه ودائره عند التسعه. طيب السبعة عندي مفتوحة عندها ما بضللها، التسعة عندي مغلقة عندها إذا بضللها، فبلونها بسكرها. هاي لو أنا ما أعطاني هذا، هذا كله ما أعطاني إياه، وأجى رسم لي هاي لحالها وحكالي إنه طلع لي منها الفترة اللي كانت فيها، حتيجي تحكي لي يا مس إنه هاي عبارة عن إنه التسعة، إنه أول إشي العدد الصغير بنحطه في البداية، السبعة مفتوحة عندها والتسعة مغلقة عندها. دائما العدد الصغير بيجي هون والكبير بيجي هون. تعالوا نحسب رمز، نحسب طول الفترة للمجموعات اللي موجودة عندي. س أكبر من 11 وأقل أو تساوي 17، تمام؟ فهل القانون بيحكي لي إنه طول الفترة يساوي الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى. طب الحد الأعلى كم؟ حد الأعلى 17 ناقص الحد الأدنى كم؟ 11. كم يساوي؟ يساوي 6. طب لو بدي أجي أحكي لك مثل لي إياها على شكل فترة، حتيجي تحط ال 11 وتحط ال 17، صح؟ ال 11 وال 17 بتحكي إنه ال 11 مفتوحة عندها ولا مغلقة؟ بما إنه ما عندها مساواة إذا مفتوحة، إذا ال 11 مفتوحة. ال 17 مفتوحة عندها ولا مغلقة؟ مغلقة. إذا ال 17 حتكون عندها الرمز بهذا الشكل. نيجي للبعدها. طول الفترة، طول الفترة هنا شو يساوي؟ طول الفترة يساوي الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى اللي هو 8 ناقص ناقص 5، يساوي 8 ناقص الناقص بتصير زائد، صح؟ 8 زائد 5 13. إذا الفترة لو بدي أجي أمثلها بكتب سالب 5 هون العدد الصغير في الأول بعدين 8، بحكي الخمسة السالب 5 مفتوحة عندها ولا مغلقة؟ كيف بدي أعرف؟ بشوف المساواة، إذا موجود المساواة إذا مغلقة، إذا بمثلها بهذا الشكل. الثمانية مفتوحة عندها ولا مغلقة؟ مغلقة، في مساواة، إذا بمثلها بهذا الشكل. نيجي على اللي بعد، على كل واحدة أنا أعطيتكم مثال مشان الموضوع يترسخ في بالنا. هلا عندي هاي المجموعة معطيني إياها، بحكي إنه بدي طول الفترة، طول الفترة حتكون عندي تساوي 4 ناقص ناقص 12، صح؟ 4 ناقص ناقص 12، ناقص ورا ناقص موجب، صح؟ 4 زائد 12 16، إذا طول الفترة اللي موجودة عندي هون 16. طب لو بدي أجي أمثلها برمز الفترة، حكتب عندي السالب 12 هون والأربعة هون، حتكون مفتوحة من عند ال 12 ومفتوحة من عند الأربعة لأنه ما في عندي إشارة مساواة. نيجي للبعدها، بعدها نفس الإشي، طول الفترة بحكي إنه الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى. طيب الحد الأعلى كم؟ 14 ناقص الحد الأدنى كم؟ 2. 14 ناقص 2 كم؟ يساوي 12. إذا لو بدي أجي أمثل على بشكل الفترة، ححكي إنه حتكون هاي الاثنين وهي ال 14، دائما بحط الصغير هون والكبير هون، عندها إشارة مساواة إذا مغلقة، هنا ما عندها إشارة مساواة إذا مفتوحة، تمام؟ هلا نيجي بدنا نمثل هاي الفترات الآتية على خط الأعداد. دائما فترة المس حكت لنا إذا عندي فترة، إذا بدي أجي بخطر في بالي على السريع إنه في عندي دوائر، بحط هنا واحد وبحط هنا الثمانية. طيب برسم هون دائرة وبرسم هون دائرة، مغلق من عند الواحد إذا بلون من عند الواحد بضللها، مغلق من عند الثمانية إذا بضلل عند الثمانية، تمام. يلا اللي بعديها، السالب أربعة والستة. السالب أربعة العدد الصغير على الشمال والكبير على اليمين. سالب أربعة وستة المس حكت لنا بتحطوا دائرتين، هي حطينا دائرتين، مفتوحة من عند السالب أربعة؟ مفتوحة، هي رمز هاي المفتوحة، إذا ما بضللها. مفتوح مغلقة من عند الستة؟ إذا بضللها من عند الستة. باجي هلا للبعدها، السالب اثنين والاثنين. سالب 2 العدد الصغير على الشمال والكبير على اليمين، سالب 2 و2. باجي برسم هون دائرة وبرسم هون دائرة، بحكي ما
مفتوحة من عند السالب 2 ومفتوحة من عند الاثنين، لا بضلل هنا ولا بضلل هنا، فبخليها بدون تضليل. هلا النص والخمس، هي النص والخمسة، بحكي برسم دائرتين، هاي الدائرة الأولى وهي الدائرة الثانية، من عند الخمسة مفتوحة ومن عند النص مغلقة، فباجي بلون من عند النص. هيك بكون خلص درسنا، إن شاء الله يكون مفهوم وكل أمورنا فيه تمام. بتمنى تحلوا تمارين ومسائل السؤال الأول والثاني والثالث، وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم.